شيء غريب جدا. كلهم يروحون يجون. شوفوا بعطيكم حالات الموضوع خليك بالبيت وبعطيكم شيء غريب جدا. طبعا هذا موقع. شوفوا هذول المصابين. شوفوا هذول كلهم يروحون يجون كلهم بالنهاية أصيبوا. طبعا حنا ما تندرج علينا الحالة هذه. هذه اندرجت على إيطاليا أول الأمر. حنا من يندرج تحته وحين أوريكم. هذه منطقة معزولة. شوفوا صار يصاب عندهم الإصابات. وهذه منطقة جاء أحد انفتحت شوي. جاء واحد سافر من المنطقة دي. جاء المنطقة دي. شوفوا كيف أثر عليهم وصار ينتشر المرض. طيب احنا دخلنا بالحالة دي يوم جتنا طيارات من برا. طيب وين حالتنا الآن؟ هذول ناس ثلاثة أرباعهم ملتزمين بالبقاء البيت وخمسة وعشرين بالمية ربعهم ما التزم. طيب إيش صار؟ شوفوا الناس قاعدة هنا بالبيت بس مو ناس تنقلون. بالنهاية انتشرت العدوى. طيب الحالة الرابعة، إذا قسمنا السكان كلهم على ثمانية وقلنا ثمن فقط اللي يتحركون والباقي كلهم قاعدين ببيوتهم، الثمن ذول يحسون. شوفوا ذول كلهم قاعدين ببيوتهم بس ذول يتنقلون. شفتوهم؟ بالنهاية قاعدة تزود الحالات. لذلك لازم 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 نكون كلنا حازمين في موضوع البقاء بالمنزل. ترى الثمن ينشون المرض للمكان كله. الله يعطيكم العافية ويتفنى وياكم الشر.